الداينامكس نفسها او ديناميكيات الحاله هي اللي بتفرض على الاطراف الخارجيه مش بس مصر اذا كان دورها يحصل فيه نوع من التحول او لا. انا شايف انه في مؤشرات الى حد كبير جدا يعني ربما هتبدا تفرض على مصر ان دورها يتنامى في الفتره اللي جايه، ولكن يعني طبيعه هذا التنامي في الدور او التصاعد في الدور هيبقى فيه دور يعني، لكن هيبقى بحسب القضايا، هل هيبقى فيه فعلا استجابه لعمليه التسويه، هل في رغبه في ده، لانه يعني مصر في الاول في الاخر انا في ظني ان هي ضد ان يبقى فيه فصيل يستمر في الانقلاب بهذا الشكل. ومش معنى ان القاهره تستهدف يعني الحركه الجويه من صنعاء ان في يعني مؤشر على امكانيه تطبيع العلاقه مع هذا الطرف، مصر ما بتعملش كده، مصر في الاول في الاخر بتتعامل مع القوى الشرعيه والسلطه الشرعيه اللي موجوده. انما الاطراف الاخرى يمكن ان تتعامل معها في اطار مشروع للتسويه السياسيه على اعتبار انه يكون في يعني هذا التوجه قائم وتوجه حقيقي بالفعل. نعم.